السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مع بعض دلوقتي الدكاترة هناخد مجموعة الليمف نود اللي بتعمل درينج للهيدن دانيك الليمفاتيك درينج اوف ذا هيدن دانيك. نيجي بقى للايلوز المفروض نعرفها في السيشن النهاردة. يعني انت المفروض تطلع من السيشن دي عارف الحاجات دي، هي دي اللي هيجي اسئلة عليها في الامتحان، هو دي المطلوب منك في الدرس بتاع الايه الليمفاتيك درينج اوف ذا هيدن درينج. اول حاجة تعرف ايه؟ تعرف مجموعة الليمف نود اللي بتعمل درينج اوف ذا هيدن درينج، يبقى اعرف ايه هم المجموعات اللي بتعمل درينج، تقسيمتها ايه هي. بعد كده اعرف اسماء السيركولار جروب، المجموعة اللي عاملة دايرة، ايه هم النيمز بتاعتهم، واعمل لهم ليستنج. مجموعة اللونجيتودنال تشانل اللي قاعدة بالطول في النك، سواء كانت سوبرفيشال او ديب. اعرف كمان الاماكن اللي هي الاريا بتاعت الفيس اند السكالب اللي بتعمل درينج في النهايه، سواء كان في السوبرفيشال او في الديب جروب. تمام، اهم حاجه طبعا عندنا هو التونزل، اعرف السايت بتاعته والريليشن والبلاد سبلاي والليمفاتيك درينج. تمام، الكومبوننت بتاعت الوالداير رينج مهمه جدا جدا، فدي كلها ايتم لازم ان انت وانت بتذاكر تعلم وتعرف ان انت بعد السيشن ده تبقى عارف الحاجات دي، لانها محض الاسئله في اخر ايه في اخر الامتحان ان شاء الله. نبدأ أول حاجة أو أول سؤال عندنا في السيشن دي، وهو الـ different group of lymph node اللي بتعمل درينج للـ hidden drink. الـ lymph node اللي بتعمل درينج للـ hidden drink برتبها في صورة مجموعتين، المجموعة الأولانية بسميها regional circular group، يعني مجموعة بتبقى عاملة شكل دايرة، والمجموعة الثانية بسميها deep vertical group، يعني واقفة بالطول في الـ hidden drink. المجموعة circular group مكانها فين؟ بتبقى موجودة عاملة شكل دايرة سيركل حوالين منطقة الهيدن درينج، بدايتنا من عند التشين وبتنتهي ورا عند الاكسترنال اوكسيبيتال فيرتيبرنس، واخدة داير ما يدور كده منطقة الهيدن درينج من قدام، بادئة من عند التشين وورا هتنتهي عند الاكسترنال اوكسيبيتال فيرتيبرنس في الباك اوف ذا سكال. طيب المجموعة الثانية واقفة بالطول على ما يسمى بالكاروتيد شيس، الكاروتيد شيس اللي جواه الكاروتيد فيزلز والانترنال جاجولار فين، هي بتبقى مرصوصة على الكاروتيد شيس بالطول بالظبط in relation mean للانترنال جاجولار فين، بتكون anterior للانترنال جاجولار فين، يبقى اذا الانترنال جاجولار فين هو اللاند مارك بتاعي. يبقى عندي مجموعتين من اللينف نود، اول حاجة هم المسؤولين عن هيدن دريك، المجموعة الأولانية سيركولار جروب والمجموعة الثانية فيرتيكال جروب. سيركول يعني عاملة دايرة، والدايرة ديت بتبقى حوالين هيدن دريك بداية من التشين للإكسترنال أوكسيبيتال بيرتيوبانس. أما الديب فيرتيكال جروب فديت المفروض ان هي مرصوصه على بالطول على الكاروتيد شيس، تمام، حوالين انترنال جاجولار فين، دي مجموعه الديب فيرتيكال. في مجموعه ثانيه فيرتيكال ولكن بيبقى في منها اللي سوبرفيشال في منها اللي ديب، بس الديب المقصود هنا والمهمه بالنسبه لكم هي اللي مرصوصه حوالين الانترنال جاجولار فين. طيب نبدا بالمجموعه الاولانيه وهي سيركولار جروب. السيركولار جروب يا جماعه هلاقي عندي عامله شكل دايره، والدايرة ديت في منها دايرة خارجية بسميها اوتر رينج، وبعد كده هدخل ديبلي في التشو عندي كمان رينج تانية اسمها انر رينج. احنا هنبتدي بالاوتر رينج، يبقى عندي كام سيركولار؟ عندي اتنين سيركل، واحدة خارجية اوتر رينج وواحدة داخلية ديبلي بسميها انر رينج. هنبتدي بالاوتر رينج. ادي شكل الاوتر رينج اهو يا جماعة اللي انا عاملة عليها دايرة ديت، هلاقيها عاملة سيركل حوالين الهيدن دريك بداية من عند التشن قدام من عند الدقن لغايه الباك اوف ذا سكال عند حاجه اسمها اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرنس. هنرصهم الاول واحده تحت الدقن على طول في السبمنتال ترينجل، فهسميها سبمنتال ليمف نود، والثانيه هرجع لورا شويه تحت المندبل في السبمانديبولار ترينجل او في الدايجستيك ترينجل على السبمانديبولار سيرفيد لاند بسميها سبمانديبولار ليمف نود، وبعدين فوق شويه على الباكسينيتور هلاقي واحده قصاد الباكسينيتور هنا اسمها باكال ليمف نود. لو رجعت ورا شويه الباروتيد جلاند هلاقيها موجوده هي قدام الاوريكل او تحت الاوريكل اهو، تمام، بيبقى عليها من بره سوبرفيشال لها باروتيد ليمف نود، وديب جوه السبستانس بتاعتها باروتيد ليمف نود، يبقى المجموعه اللي بعد كده على الباروتيد هسميها باروتيد ليمف نود. وبعدين هلاقي هنا الاكسترنال كوستيك ميتس وراها، يعني هنا في عندي الاوريكل، تمام، يبقى ورا الاوريكل بسمي ايه بوستيريور اوريكولار ليمف نود، بتكون على الماستويد بروسيس. وارجع ورا خالص على الباك بتاعه السكال يا جماعه هنا عند الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرنس واحط الايه الاوكسيبيتال ليمف نود، يبقى الدايره بتاعتي كده كامله اللي هي الاوتر رينج بتحوط الهيدن دريك از سيركل، بتدي دي سبمنتال وبعدين ورا سبمانديبولار وبعدين الباكل وبعدين الباروتيد وبعدين بوستيريو اوريكولار وبعدين اوكسيبيتال. اهي اول حاجه اوكسيبيتال، قدامها بوستيريو اوريكولار وبعدين الباروتيد وبعدين السبمنتال والسبمانديبولار. تمام،
طيب نبتدي بأول مجموعة عندنا وهي السبمنتال ليمف نود. السبمنتال ليمف نود لو جيت بصيت عليها أول حاجة مطلوب مني في أي مجموعة يا جماعة أعرف السايت بتاعها موجودة فين والدرينج بتاعتها موجودة فين. يبقى السؤال بتاعي لو قال لك هيقول لك مثلا الليمف نود دريننج الهيدن دريك هنرصهم في مجموعتين، هقول في عندي سيركلر وفي عندي لونجيتيودنال. هنبدأ بالسيركلر وأقوم جاية رصة المجموعة اللي أنا لسه قايلاها السبمنتال السبمانديبولر الباكال الباروتيد البوستيرو اوريكولر الاوكزيبيتال، وفي كل مجموعة هتكلم عن الآتي عن السايت بتاعها مكانها فين وإيه الأماكن اللي بتعمل درينج للليمف منها. هنبتدي أول حاجة سبمنتال، اتفقنا مكانها فين؟ هنا تحت الدقن على طول في السبمنتال تراينجل. طيب ايه الاريا بقى اللي بتعمل لها درينج؟ هتبدا اول حاجه في المكان اللي هي فيه وتاخد منه يا جماعه، يعني هي موجوده هنا في السبمنتال هتطلع فوق شويه بالسكين اوف ذا تشين الدقن بتاعنا هتصب فيه. طب هطلع فوق شويه على اللور ليب هتاخد السنترال بورت بتاعت اللور ليب فقط. طيب هخش على السنان يبقى هتاخد السنترال انسايزور فقط، السنان الاماميه فقط السنترال انسايزور تمام. طيب هتاخد التانج؟ لا هتاخد التيب اوف ذا تانج. طيب الماوس الفلور اوف ذا ماوس هتاخد الانتيرو بارت اوف ذا فلور اوف ذا ماوس. اذا بتاخد كل حاجه في النص زي ما بيقولوا، السنترال بارت اوف ذا لور ليب، التيب اوف ذا تانج، الانسايزور تيس، السكين اوف ذا تشين، وتاخد الجزء الامامي فقط من الفلور اوف ذا ماوس تمام. يبقى انا افتكر ان السبمنتال في السبمنتال ترينجل وبتاخد كل حاجه فوقيها بس في النص، يعني اللور ليب تبقى سنترال بارت، التانج تبقى تاخد التيب، التيس هتاخد الانسايزور، التشين هتاخد السكين بتاعها، الفلور اوف ذا ماوس تاخد الانتيرو بارت فقط تمام. طيب نيجي بقى للمجموعه اللي بعد كده وهي الايه السب مانديبولر ليمف نود. السب مانديبولر ليمف نود اتفقنا اي ليمف نود عايز اعرف فيها ايه، عايز اعرف السايت بتاعها وعايز اعرف الايه الحاجات اللي بتعملها درينج مكانها فين اهو زي اللي انا مشاور عليه ده تحت المندبل، يبقى سب مانديبولر تراينجل او دايجستريك تراينجل هو نفس المسمى تمام. هنا في جلاند كبيره اسمها السب مانديبولر سليفري جلاند، هي بتبقى تقع سوبرفيشال السبمانديبولار سليفري جلاند في الدايجستيك ايه ترينج. طيب بتجيب منين ده يا جماعه؟ بتكمل السبمنتال. يعني ايه بتكمل السبمنتال؟ هنشوف اللور ليب كان بيدي السنترال بارت للسبمنتال، بقيه اللور ليب ما عدا السنترال بارت هيدي السبمانديبولار. الابر ليب كلها هتبقى معانا بقى ما هي مش تبع السبمنتال في حاجه. طب السنان كل السنان ما عدا الايه السنترال انسايزور. طب التانج كل التانج الانتيرو تو سيرد اوف ذا تانج معانا ما عدا مين؟ ما عدا التيب اوف ذا تانج تبع السبمنتال تمام. الفلور والفيستيبيول اوف ذا ماوس معانا طبعا ما عدا الانتيرو بورت عشان هيبقى تبع مين؟ السبمنتال. فاحنا بنكمل على السبمنتال. اضافه على كده بتاخد الفرونت بتاعه السكال وبتاخد كمان النوز وبتاخد كمان التشيك تمام. يبقى انا هحط فرونت اوف ذا سكال، احط النوز، احط عندي الايه التشيك، بعدين ادخل على الابر ليب كلها، هناخد اللور ليب ما عدا السنترال بورتا، هناخد كل السنين ما عدا السنترال انسايزور، كل الانتيرو تو سيرد اوف ذا تانج ما عدا التب، هتاخد كمان الايه الفلور والفيستيبول اوف ذا ماوس ما عدا الانتيرو بارت منها. فدي كلها الحاجات اللي بتصب فين؟ في السب مانديبولار ليمف نود. السب مانديبولار والسب مانديبولار مكملين لبعض، ناخد بالنا ان الاثنين بيجوا ام سي كيو خاصة ان هو بيفاضل ما بين التيب اوف ذا تانج مثلا والانتيرو تو سيرد اوف ذا تانج. فانت هتقول التيب بتصب فين؟ هقول في السب منتال. تاخد بالك من المصطلح، هو يقصد انه جزء من التانج بيصب فين؟ لو عايز التيب يبقى يقصد السب منتال، لو عايز الانتيرو تو سيرد يبقى انت هتقول مين؟ السب مانديبولار تمام. نفس القصه برضك بالنسبه لللور ليب، السنترال بارت بيصب فين؟ بيصب في السب منتال. بقيته بيصب فين؟ بيصب في السب مانديبولار. خد بالي من الحته دي لانها بتنزل ام سي كيو في الامتحان تمام. ادي رسمه هنا بتوضح السبمنتال ترينجل زي ما احنا شايفينه موجود تحت الدقن على طول، طبعا نصه موجود على وان سايد والنص الثاني موجود على الاذر سايد. بردك على السايد بتاعتنا هلاقي الانتيرير بيل اوف الدايجستريك، ادي واحده اهي والناحيه الثانيه قاطعينها تمام. والبيز بتاعه الترينجل دي هتبقى معموله من الهيويد بون، الفلور هتبقى معموله من المايلوهيويد ماسل اهي، دي كلها اسمها مايلوهيويد ماسل. فاسمه سبمنتال، نصه موجود على نص النيكو ونص على الناحية التانية، فاسمه على بعضه سبمنتال ترينجل ما بين اتنين انتيرو بيل اوف دايجستريك والهايويد بون، هو ده اللي بيحتوي على السبمنتال ليمف نود. طيب الترينجل التاني بسميه الدايجستريك ترينجل، موجود تحت المندبل على طول، فوق هلاقي البيز اوف ذا مندبل، وانتيرو وانفيريور هلاقي الانتيرو بيل اوف دايجستريك، وورا هلاقي بوستيريور وسوبيريور هلاقي البوستيريور بيل اوف دايجستريك. اذا هو ما بين الانتيرو والبوستيريور بيل اوف دايجستريك والبيز اوف ايه؟ اوف ذا مانديبول. الارضيه برضك معموله من هاي من المايل هايود مصر وهي بروسس مصر من ورا. طيب لو جينا نعرف برضك فين الليمف نود بتاعتي هنا اللي موجوده اسمها السب مانديبول ليمف نود. اذا السب منتال ترينجل في السب منتال ليمف نود والدايجستيك ترينجل في الدايجستيك ليمف نود تمام.
الليمف نود اللي بعد كده اسمها الباقة الليمف نود. الباقة الليمف نود يا جماعة من اسمها موجودة على مين؟ على الباكسينيتور ماسل. ادي الباكسينيتور ماسل تمام، بلاقيها موجودة فين هي يا جماعة؟ موجودة مغطية التشيك اللي هو الخد زي ما بيقول. الباكسينيتور ماسل هي بيبقى عليها مجموعة من الليمف نود، بسميها باقة الليمف نود، بقى حوالي مجموعة واحد أو اتنين. موجودين فين يا جماعة؟ موجودين على التشيك اوفر ذا باكسينيتور ماسل، بتجيب درينج الليمف نود دي من الأماكن اللي جنبها وترجع تروح تصب فين؟ في أختها اللي قبل كده اللي هي الساب مانديبولار ايه؟ الساب مانديبولار ليمف نود. إذا هي على الباكسينيتور ماسل أو في التشيك، بتجيب من التشيك والحاجات اللي جنبها وتصب فين؟ في الساب مانديبولار ليمف نود. المجموعه اللي بعد كده بسميها الباروتيد ليمف نود. طيب يعني ايه باروتيد؟ اللي هي الغده النكافيه يا جماعه اللي انتوا شايفينها باللون الازرق دي، دي الباروتيد جلاند. دايما بتبقى مرصوصه تحت الاوريكل كده واخده شكل مثلث زي ما احنا شايفينه بالمنظر ده. طيب الليمف نود بتاعتها موجوده فين؟ موجوده على السيرفيس بتاعها من بره، بسميها سوبرفيشال باروتيد ليمف نود، وجوه السبستانس بتاعتها دي باروتيد ليمف نود. يبقى الليمف نود ممكن انت تقول ان هي بتقع عليها وتقع within the substance of the باروتيد ليمف نود. دي اول حاجه، يبقى عرفنا مكانها. بتجيب منين؟ بتجيب من مكانها يا جماعه، من الباروتيد نفسها، دي اول حاجه. طيب فوق الباروتيد هلاقي الاوركل، يبقى هتجيب برضك من الاوركل، والاوركل هتوديني على الاكسترنال اكواستيك ميتس، يبقى بتاخد من الاكسترنال اكواستيك ميتس. طيب وجنب يمين على طول السايدز اوف ذا سكيل، هتجيب من اللاترال سايد اوف ذا سكيل، وهتاخد جزء من الاي ليد بتاعتي اللي هي جنب السايد اوف ذا سكيل. يبقى هي واخده الحاجات اللي جنبها وفوقيها، هتاخد اول حاجه من الباروتيد ومن الاوريكل والاكسترنال اكوستيك ميتس والسايد اوف ذا سكالب والاي ليد بتاعي. خلاص يبقى دي الباروتيد ليمف نود. المجموعه اللي بعد كده بسميها البوستيريور اوريكولار ليمف نود. ادي يا جماعه مجموعه البوستيريور اوريكولار ليمف نود، هتلاقيها ورا الاوريكل على طول، قاعد على ماستويد ايه بروسيس. طيب هتجيب منين بقى؟ هتعمل درينج للحاجات اللي قدامها اللي هي الاوريكل والايه والباك اوف ذا سكالب والاكسترنال اكوستيك ميتس. يبقى هتاخد قدامها الاوركل والاكسترنال اكوستيك ميتس، بس هتاخد الباك بتاعتهم لان الانتيرو اسبكت بتاعتها تبع الباروتيد. فهي بقى هتاخد من الاكسترنال اكوستيك ميتس ومن الاوركل، وهتاخد جزء من الباك اوف ذا سكان. المجموعه اللي بعد كده ودي بسميها ايه؟ بسميها اوكسيبيتال ليمف نود اهي. دي بتقع فين يا جماعه؟ بتقع جنب الاكسترنال اكوستيك اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، تمام، عند الباك بتاعت السكيل والسكال. فبتاخد من الباك اوف ذا سكيل يا جماعه، هو ده الدرينج بتاعها. يبقى مكانها سهل في الباك اوف ذا سكال عند الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرنس، وبتعمل درينج لمين؟ للباك اوف ذا سكيل، ما عادش قدامي غيرها، بس عشان كده سميتها ايه؟ اوكسيبيتال ليمف نود. نيجي بعد كده بقى للرنج الداخلي. احنا اتفقنا السيركل جروب اوف ليمف نود، في عندي واحده خارجيه وواحده داخليه. الاوتر رنج اللي احنا خدناهم من اول التشين لغايه الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرنس، اللي هي سبمنتال، سب مانديبولار، البكر، الباروتيد، بوستيريو اوريكولار اوبزيبيتال، دي بسميها كلها اوتر رينج. طب الانر رينج بقى الدايره الداخليه اللي هي مقصود بها يا جماعه الوالدايرز رينج، اللي هي دايره بس موجوده ديبلي شويه، عامله شكل ايه؟ دايره مع بعضها، بسميها انر رينج، او ممكن يبقى لها مسمى تاني اللي هو الوالداير رينج او فالداير رينج. تعالوا نبص على الفالداير رينج. ادي شكل الفالداير رينج هي يا جماعه، ده شكل يعني يعتبر ايه؟ تخيلي بس عشان تقدروا تشوفوا مين قدام ومين ورا ومين على الجناب. ادي اول حاجه يا جماعه على الباك اوف ذا تانج عندي ليمفويد تيشو اسمه لينجوال تونزل. لينجوال تونزل لو جينا السيرجيتال سيكشن زي هيدا دنيك وبصيت، ادي التانج اهو على اخر حته في البسير وان سيرد اوف ذا تانج اللي هو الفرنجيال بورت بتاعت التانج دوت، هلاقي مجموعه من الليمف نود، مجموعه من الليمفويد ميوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو اسمها لينجوال تونزل. يبقى دي اول حاجه في الرنج بتاعتي، من قدام هلاقي اللينجوال تونزل. طيب ايه تاني برضك يا جماعه؟ من ورا هلاقي في حاجه اسمها نيزو فارينجيال تونزل او فارينجيال تونزل، دي موجوده بوستيريوري. طيب فين هي على الرسم؟ اهي هلاقيها موجوده تحت الميوكوزال روف بتاعه النيزو فارينكس اهوت، اسمها نيزو فارينجيال تونزل، تمام. طيب عندي على الجناب على الناحيتين هلاقي في حاجه اسمها ايه؟ بالاتاين تونزل. من ايتش سايدز هلاقي البلاتاين تنزل، وعلى الجناب زي ما احنا اتفقنا ايه البلاتاين تنزل اهوت، هلاقيه على السايدز بتاعت الاوروفانكس. الدايره دي على بعضها بسميها والداير رينج، هي دي الانر رينج الداخليه للهيدن برينج. من قدام لينجوال تنزل، من ورا فارنجيال تنزل، على السايدز هلاقي بلاتاين تنزل. طيب ادي شخص اهو سلايد سيرجيتال سكشن هيدن برينج، عايزين نشوف فيها الايه مجموعه الوالداير رينج. اهي اول حاجه اللينجوال تونزل في اخر حته في الطنج، جنب على السايدز بتاعه الاوروفارنكس هلاقي البالاتاين تونزل، وفي سقف النيزوفارنكس هلاقي في حاجه اسمها النيزوفارنجيال تونزل اللي هي موجوده بالسيرو، ده هتبقى انتيرو وده بوستيرو وده على السايد، تمام. ده بالنسبه لايه؟ للدايره الثانيه اللي هي
الفالدايري. طيب لو جينا نتكلم بعد كده على المجموعه اللي واقفه بالطول اللي انا بسميها ايه؟ بسميها longitudinal channel. احنا عايزين نعرف longitudinal channel، نعرف ال area of the face and the scalp اللي drained بيها. طيب تعالوا نشوف المجموعه دي. ال longitudinal channel اللي بتبقى محوطه لي الهيدن ذا نيك بتبقى مترتبه في صوره superficial and deep. يعني ايه superficial؟ يعني على طول تحت السكن، ديب هتبقى ديبلي جوه التشو، تمام؟ طيب تعالوا نشوف السوبرفيشال اللي مرصوصين بالطول اللي هم مين؟ يا مرصوصين حوالين فين سوبرفيشال اسمه اكسترنال جاجولار فين اللي موجود فوق الاسترومستويد مصل، المجموعه دي بسميها سوبرفيشال سيرفيكال لينف نود، او تبقى مرصوصه حوالين انتيريور جاجولار فين وده موجود قدام في الميدل لاين اوف ذا نيك، تمام؟ ودي بسميها انتيريور سيرفيكال لينف نود وبرضك مرصوصه بالطول. هما دول فقط اللي مرصوصين بالطول وسوبرفيشال. يعني ايه سوبرفيشال؟ زي ما اتفقنا يعني موجودين في السوبرفيشال فاشيا تحت السكن على طول حوالين سوبرفيشال فين او الفي اكسترنال جاجولار فين اللي فوق الاسترومستويد مصل ومجموعته اسمها سوبرفيشال سيرفايكال. تاني فين انتيريور جاجولار فين في الميدل لاين اوف ذا نيك ومجموعته اسمها انتيريور سيرفايكال لينف نود، تمام؟ طيب بالديب بقى، الديب يعني هتبقى موجوده بالطول ولكن ديب، ديب يعني ايه؟ يعني تحت السوبر فيش، تحت الديب فيش كمان، تمام؟ طيب يا اما هتترص حوالين التراكيه، هتبقى قدام التراكيه بقول عليها بري تراكيه، او جنب التراكيه على السايد بتاعتها بسميها برا تراكيه، تمام؟ او ممكن تبقى قدام الحنجره لارينجيال لينفنود، بري لارينجيال لينفنود قدام الممبرينز بتاعت اللارنكس. او ممكن تبقى ورا البلعوم ريترو فارينجيال لينف نود، ريترو فارينجيال لينف نود، او ممكن يا جماعه تترص حوالين وريد عميق ديب فين اسمه انترنال جاجولار فين، ودي المجموعه الاهم فيهم كلهم اللي هي ديب سيرفايكال لينف نود. يبقى الديب سيرفايكال لينف نود لما اقول لك مرصوصه فين تجيب لي الوريد العميق اللي موجود في الهيدن نيك، في النك بالذات اللي هو الانترنال جاجولار فين، هي هتترص حوالين انترنال جوجلر فين، وهي دي الديب فيرتيكال جروب اللي قلنا عليها في الكلاسيفيكيشن فوق، تمام؟ يبقى عندي مجموعه لونجيتيودن اللي هم اللي بس موجودين ديب حوالين التراكيه بري تراكيه وبرا تراكيه، حوالين اللارنكس اللارينجيا، ورا الفارنكس يبقى ريترو فارنجيا، واخر واحده عند الانترنال جوجلر فين فين بالظبط؟ في الكاروت تشيس يا جماعه، تمام؟ هي اسمها ديب سيرفايكال لينف نود. يبقى عشان ما تلخبطش تاني، مجموعه الليمف نود اللي موجوده بالطول يا موجوده في السوبرفيشال فاشيا حوالين السوبرفيشال فين، يا اما موجوده ديب، والمجموعه الديب اللي هي موجوده ديب للديب فاشيا هتبقى حوالين التراكيه بريتراكيه وبرا تراكيه، حوالين اللارنكس لارينجيال، وورا اللارنكس ريترو فارينجيال، وحوالين انترنال جوجولار فين، يبقى ديب سيرفايكال ليمف نود. نبتدي اول حاجه بالسوبرفيشال سيرفايكال لينف نود. اتفقنا كلمه سوبرفيشال وسيرفايكال، يعني سوبرفيشال يعني موجوده في السوبرفيشال فاشيا، سيرفايكال يعني في النك يا جماعه، يعني موجوده في السوبرفيشال فاشيا بتاعه النك. واتفقنا ان انا عندي سوبرفيشال سيرفايكال هرصها حوالين فين كبير موجود في النك اسمه سوبر اكسترنال جاجولار فين اللي هو موجود اهو زي ما احنا شايفينه بالطول اهو فوق الاي استرومستويد مصل، بيبتدي تكوينه من تحت مين؟ من تحت الانجل اوف ذا ماندبل هنا، تمام؟ وينزل سوبرفيشال استرومستويد مصل في الاي في النك. فانا هبتدي من عند بدايته تحت الانجل اوف ذا ماندبل، هجيب الاريا بقى اللي هو بيعمل لها درينج، تمام؟ هنشوف اول حاجه. يبقى هي اذا دلوقتي السوبرفيشال سيرفايكال هي اللينف نود اهيت اللي مرصوصه حوالين الاكسترنال جاجولار فين اللي موجود فين؟ سوبرفيشال استرومستويد مصر. بدايته كانت فين؟ تحت الانجل اوف ذا ماندبل. يبقى هيعمل درينج للاريا القريبه من المكان ده، هيجيب منين؟ من السكن اوفر ذا انجل اوف ذا ماندبل هيصب فيه هذه اللينف نود. هيجيب كمان منين؟ من اللور بارت بتاعت الباروتيد ده يا دوبك هو وراها، تمام؟ هيجيب كمان من ايه؟ من اللور بارت اوف ذا لوبيول اوف ذا اير. اذا الثلاث اماكن اللي بتصب في سوبرفيشال سيرفايكال هي بردك قريبه من بدايه الاكسترنال جاجولار فين، اللي هي سكن اوف ذا انجل اوف ذا ماندبل، اللور بارت بتاعت الباروتيد، اللور بارت اوف ذا بيول اوف ذا اير، تمام؟ يبقى دي كلها تبع مين؟ اللي هو سوبرفيشال سيرفايكال لينف نود حوالين الاكسترنال جاجولار فين. المجموعه الثانيه واللي انا اتفقنا بردك تبع السوبرفيشال لونجيتيودنال اللي هي مجموعه مين يا جماعه؟ مجموعه الانتيريور سيرفايكال لينف نود. انتيريور يعني قدام، سيرفايكال يعني في النك. مين اللي قدام عندي في النك؟ افتكر الفين اللي هو واحد اهو على الناحيه الرايت وواحد على الناحيه الليفت اللي هو الانتيريور جاجولار فين. المجموعه دي بتترص حوالين الانتيريور جاجولار فين. طيب
طيب انا موجوده انتيريورلي في النيك، يبقى هجيب منين؟ هجيب لينف درينج من السكن بتاعه الانتيريور تراينجل اوف ذا نيك او السكن اوف ذا فرونت اوف ذا نيك. يبقى جميع السكن في فرونت اوف ذا نيك هيبقى تبعي في الليمفاتيك درينج. يبقى انتيريور وسيرفايكال يعني انتيريور في النيك، انتيريور لانه فين في النيك الانتيريور جاجولار فين اليمين والشمال، واعمل درينج برضك للليمفاتيك درينج منين؟ من السكن اوف ذا ايه اوف ذا فرونت اوف ذا نيك. تمام. طيب الليمف نود اللي بعد كده يا جماعه اتفقنا نخش بقى على المجموعه الثانيه اللي هي الديب، والديب يعني ايه؟ قلنا يعني تحت الديب فاشيا. طيب تحت الديب فاشيا بقى دخلت جوه بقى في التشو، هرص حوالين التراكيه هسميها بارا تراكيال يعني على السايد اوف ذا تراكيه، وبري تراكيال يعني قدام التراكيه. تمام. فده مكانها بارا يعني على السايد، وبري يعني انتيريور للتراكيه. هتجيب درين منين يا جماعه؟ هتجيب اهم حاجه قدام التراكيه وهي الثايرويدي جلاند. هتجمع منين؟ هتجمع من الثايرويدي جلاند. يبقى هتجيب الدرينج بتاعنا من الغده الاماميه اللي قدامها اللي هي ثايرويدي جلاند ومن النيبرنج ستراكشر. نيجي للمجموعه اللي بعد كده، ودي اللي بسميها ايه؟ بسميها لارينجيال لينف نود وريتروفارينج. اللارينجيال لينف نود يعني حوالين اللارنكس. طيب بتترص فين حوالين اللارنكس يا جماعه؟ ادي الحنجره اهي زي ما احنا شايفينها. تمام. هلاقيها مرصوصه حوالين اول ممبرين هنا اسمه كريكو ثايرويد ممبرين، والممبرين اللي فوقيه اللي هو ثايروهايويد ممبرين. ادي التو ممبرين بتوع الحنجره، دول يعني زي ممبرين وليجمنت موجوده بتربط الكارتلج بتاعت الايه اللارنكس. فهي بقى بتبقى مرصوصه قدام الممبرين بتاعت اللارنكس دي، بسميها ايه؟ بري لارينجيال لينف نود. لو نزلت لتحت شويه انا كده نزلت على التراكيه، بدي بسميها بري تراكيال قدام. طب على جنب التراكيه اهو البارا تراكيال لينف نود. يبقى هي الرسمه دي موضحه لي الثلاث انواع، البري لارينجيال قدام الممبرين بتاعت اللارنكس، والبري تراكيال قدام التراكيه، والبارا تراكيال على السايد اوف ذا تراكيه. طب بتاعت اللارنكس بتجيب منين؟ بتجيب من النيبرنج ستراكشر، من الحاجات اللي جنبها. تمام. طيب الريترو فارينجيال، ريترو يعني ورا، وفارينجيال يعني بلعوم، يعني ورا البلعوم. ادي هي يا جماعه انا كده بص على الباك بتاعت هذا الشخص، يبقى انا هلاقي في الباك هنا هلاقي مين؟ هلاقي ادي البلعوم اهو الفارنكس بالماسلز بتاعته سوبيرو كونستريكتور، وادي الميدل كونستريكتور، وادي الانفيرو كونستريكتور. فانا هكون ورا النيزو فارنكس بالمكان ده، يبقى ادي الليمف نود الاولانيه اللي هي ريترو فارنجيال ليمف نود اهي، هتبقى موجوده بالظبط ورا النيزو فارنكس. وبالتالي هتجيب لمفاتيك درينج منين؟ من النيزو فارنكس دوت يا جماعه، ومن التيوب اللي بتفتح فيه اللي هي الايه؟ النيزو فارنجيال تيوب، او بيقولوا عليها اوديتور تيوب او السكند تيوب. هي هي. تمام. فهي بتجيب من النيزو فارنكس لان هي ورا النيزوفارينكس، ومن التيوب اللي بتفتح فيه اللي هي الاوديتور تيوب. وكمان يا جماعه المجموعه دي بتبقى وراها على طول السيرفايكال بورت بتاع الفرتبرا كولمن، يعني لازقه على الفرتبرا كولمن، فبرضك بتجيب للفاتيك درينج منين؟ من الجزء ده من الفرتبرا كولمن اللي هو السيرفايكال بورت. اذا الريتروفارينجال ورا النيزوفارينكس بتجيب للفاتيك درينج من النيزوفارينكس نفسه، من السكند تيوب اللي بتفتح فيه، ومن السيرفايكال بورت بتاع الفرتبرا كولمن اللي وراها. تمام. ادي شكل تاني ليه اللي هي ريتروفارينجيال لينف نود اهيت، هتبقى مرصوصه ورا النيزوفارينكس. لو جات لك في الامتحان العملي بتعلم لك على العلامه الخضراء دي، وتقول والله دي ايه ريتروفارينجيال لينف نود، وبيتجمع الليمفاتيك درينج منين؟ بتجمع من النيزوفارينكس ومن الاستيكال تيوب زي ما كتبكم كده. طيب دي مين؟ دي مجموعه الديب سيرفايكال لينف نود، هناخدها كمان شويه في اللي هي جاجلو دايجستيف. طيب الديب سيرفايكال لينف نود دي اتفقنا دي اهم واحده فيهم. الديب يعني موجوده ديبلي. تمام. تحت الديب فاشيا سيرفايكال يعني في النك. والديب سيرفايكال لينف نود هنا المقصود بيها، مقصود بيها المرصوصين حوالين انترنال جاجولار فين. تمام. طيب الانترنال جاجولار فين يا جماعه هو اللاند مارك بتاعي، عشان اشوفه على الرسمه لازم اشيل مين؟ اشيل العضله اللي هي موجوده هنا بالطول اللي هي مين؟ الاستيرومستويد ماسل، وهلاقي ديبلي لها الانترنال جاجولار فين. تمام. فانا عندي هلاقي مترصه حوالين الانترنال جاجولار فين المجموعه اللي اسمها الديب سيرفايكال لينف نود. تمام. تعالوا نبص دي شكلها، ادي يا جماعه عشان اشوف الانترنال جيوجرافي فين، الفين الازرق اهو دوت الانترنال جيوجرافي عشان اشوفه، قطعت المين؟ قطعت الاسترومستويد مصر. حوالينه هلاقي مجموعتين من الليمف نود، المجموعه اسمها على بعضها اسمها ديب سيرفايكال ليمف نود، ولكن بتتقسم لواحده فوق اسمها جاجلو دايجستريك، وواحده تحت اسمها جاجلو اوموهيويد. جاجلو دايجستريك اللي فوق، جاجلو اوموهيويد اللي تحت. طيب انا سميتها ليه كده؟ جاجلو يعني لان هي بتقع في الانجل في الزاويه اللي ما بين الانترنال جاجولار فين والبوستيريور بيلي اوف الدايجستريك، عشان كده سميتها جاجلو دايجستريك. الثانيه جاجلو اوموهايويد ليه؟ لانها بتقع في الزاويه ما بين الانترنال جاجولار فين وما بين الانترميديت تندون بتاع الاوموهايويد ماسل. تمام. عشان كده سميت اللي فوق جاجلو دايجستريك لانها لها علاقه بالدايجستريك، واللي تحت لها علاقه بالاوموهايويد جاجلو ايه؟ اوموهايويد. الاثنين مع بعض بسميهم ديب سيرفايكال لينف نود. احيانا يقولوا على الجاجلو دايجستريك سوبيريور ديب سيرفايكال،
والجاجر اوما هيود انفيرو ديب سيرفايكل عادي الاثنين يمشوا، بس انت تبقى عارف ان دي اسمها جاجر دايجستك ودي اسمها ايه جاجر اوما هيود. تمام، ادي رسمه ثانيه هتوضح الديب سيرفايكل لينف نود وهي قدام الانتيريور انترنال جاجر فين. تمام، هناخد اول حاجه هي يا جماعه ادي الانترنال جاجر فين الوريد حددته، وادي الليمف نود الاولانيه هتبقى موجوده ما بينه وما بين البوستيريور بيلي بتاعه الدايجستك اهي، ادي البوستيريور بيلي اوف الدايجستك اهي هي دي، وادي الانترنال جاجر فين اهي، يبقى ديت مجموعه الليمف نود الاولانيه اللي هي جاجلو وهيود ليمف نود جاجلو ودايجستك ليمف نود. ادي برضك المجموعه الثانيه اهي الليمف نود اهي، هلاقيها موجوده ما بين انترنال جاجر فين وما بين الانترميديت اندو بتاع الاوموهيود، ادي الاوموهيود اهي دي كلها اسمها اوموهيود. تمام، ما بين الاوموهيود وما بين الانترنال جاجر هي المجموعه الثانيه اللي هي الجاجر والاوموهيود. المجموعه الاولانيه جاجر دايجستك بتعمل درينج لمين يا جماعه؟ بتعمل درينج للتانج. لمين؟ للتانج، وبتجيب كمان منين؟ من التونزل. لكن المجموعه الثانيه اللي هي الجاجر والاوموهيود بتجيب من التانج فقط. فانا لما اقول لك التونزل بيصب فين، فين انه مجموعه من الديب سيرفايكال لينف نود بيصب في الجاجر دايجستك لينف نود. تمام، ادي المجموعه الاولانيه وادي الجاجر والاوموهيود. في النهاية يا جماعة هنعرف ان الديب سيرفايكال لينف نود اللونجيتودينال شانل دي اللي هي الديب سيرفايكال لينف نود بتجمع من كل الليمفاتيك درينج اللي جاي من الهيدند نيك اللي بتصب فيها في النهاية، وترجع بعد كده يعمل ترانك كبير اسمه ايه؟ رايت اسمه جاجولار لينف ترانك، اسم الترانك النهائي اسمه جاجولار لينف ترانك اللي هو عليه علامة النجمة ده. تمام؟ ادي الجاجولار لينف ترانك على الناحية اليمين وادي الجاجولار لينف ترانك على الناحية الشمال. بيصب على الناحيه اليمين في حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ حاجه اسمها رايت لينفاتيك داكت، ده اهي ادي الرايت لينفاتيك داكت. تمام، اللي هي بتفتح ما بين الرايت انترنال جاجر فين والرايت سبكليفين فين. انما على الناحيه الشمال هيصب فين؟ في الثوراسيك داكت اهي يا جماعه، اهي اللي هو شكل بيدد ابيرنس ورايحه تفتح هنا، وهو هينزل وهي بتفتح في الجنكشنز بتاعتها ما بين الليفت انترنال جاجر فين والليفت سبكليفين فين. اذا الجاجولار لينف ترانك هو زي ما بيقولوا الليمف ترانك الكبير اللي بيجمع الليمفاتيك درينج اللي جاي من الهيدند نيك. تمام، على الناحيه الرايت هيصب في الرايت ليمفاتيك داكت، على الناحيه الليفت في الثوراسيك داكت. طيب تعالوا نتكلم بقى على الايه الكومبوننت بتاعه الوالداير رينج. احنا لسه قايلين الوالداير رينج من شويه ان هي الانر رينج اللي موجوده او الانر سيركل رينج بتاعتنا. تعالوا نشوف مكوناتها ايه. ادي الوالداير رينج هي يا جماعه هي عباره عن ايه؟ عباره عن ليمفويد تيشو اسوشيتد مع ميوكوزا، فبقول عليها ميوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو. ربنا سبحانه وتعالى جعلها موجوده في مداخل الريسبيراتوري تراكت ومداخل الدايجستيف تراكت. اشمعنى بقى يا جماعه؟ عشان تحمينا من اي ميكروب او فيروس يدخل عن طريق التنفس او يدخل عن طريق الايه؟ الماوس. طيب عندي في عن طريق التنفس في عندي واحده بتحمي لي الطريق دوت واسمها ايه؟ نيزوفارينجيال ليمف نود اهو اللي انا مشاور عليها في الصوره. نيزوفارينجيال لينف نود هم بيقولوا عليها اللحميه لو كبرت. طيب عندي المجموعتين التانيين موجودين فين؟ في الاوروفارينكس، يعني في الفارينكس او البلعوم اللي ورا فتحه الماوس او ورا الماوس كافيتي، فيها اتنين من الليمف نود، واحده ورا التنج اسمها لينجوال تونزل، والثانيه موجوده على السايز اوف اوروفارينكس بسميها بالاتاين تونزل اللي هي لو كبرت بسميها اللوز زي ما بيقولوا. تمام، يبقى انا عندي نيزوفارينجيال تونزل دي في النيزوفارينكس، وعندي اتنين في الاوروفارينكس اللي هما اللينجوال تونزل والبلاتاين تونزل. اتفقنا ليهم بروتكتيف فانكشنز مهمه جدا عشان تحمي الدايجستيف وريسبيراتوري تراكت من اي ميكروبز داخلهم. مين موجوده بوستيريور زي ما احنا شايفينها وسوبيريور؟ نيزوفارينجيال تونزل. مين موجوده اون ايتش سايد؟ بلاتاين تونزل. مين موجوده انتيريور وانفيريور؟ هتبقى اللينجوال ايه؟ اللينجوال تونزل. عشان اعرف وجود السايت بالظبط بتاع كل تنزل منهم لازم اكون عارفه الترتيبات بتاعه الفارنكس البلعوم اجزاء البلعوم. اول جزء اللي بيبقى موجود من الفارنكس ورا النوز بسميه نيزوفارنكس دوت اللون الاحمر ده. الجزء الثاني اللي هو باللون الاخضر اللي موجود وراء الماوس كافيتي بسميه اوروفارنكس. الجزء الثالث اللي باللون الاصفر دوت ودوت بسميه اللارينجوفارنكس، وده بيكون ورا اللارنكس ورا الحنجره. وطبعا الباقي تكمله الفارنكس بسميه الاوسوفيجس. تمام، اللي هو اللون الاورنج ده. اذا عندي نيزوفارنكس واوروفارنكس ولارينجوفارنكس، دي اجزاء مين يا جماعه؟ اجزاء الفارنكس اللي بتكون ورا الايه؟ النيزال كافيتي وورا الماوس كافيتي وورا اللارنكس. تمام، لو جيت بصيت على الصوره دي هتوضح لي بردك الجزئيه دي بسميها نيزوفارنكس، نكمل ديت بسميها اوروفارنكس، وبعد كده التكمله بسميها لارينجوفارنكس. انا يهمني النيزوفارنكس اهو فين الميوكوزا الاسوشيتد لينفويد تيشو؟ اهي الجزء ده تحت سقف الابيثيليوم بتاعته بتاعت النيزوفارنكس هلاقي النيزوفارنجيال تونزل، دي اول واحده.
posterior وsuperior. وبعدين البلعوم اللي هو الاوروفارنكس اهو، هلاقي قدام في الانتيريور وول بتاعه الاوروفارنكس هلاقي الايه، على الدورسم اوف ذا تانج بتاعه البوستيريور سيرف اوف ذا تانج هلاقي اللينجوال تونزل، وعلى السايدز بتاعه الاوروفارنكس هلاقي البالاتاين تونزل. البالاتاين تونزل تمام، يبقى اثنين في الاوروفارنكس اهم، واحد في النيزوفارنكس. لو جينا بصينا على الرسمه دي بس قربناها شويه، ديت برضك سيجيتال سيكشن از هيدن دنيك، ادي الجزئيه بتاعت النيزوفارنكس وادي تحت السقف الميوكوزا بتاعتها الاقي الايه النيزوفارنجيال تونزل. احيانا بيحصل تضخم لهذه النيزوفارنجيال تونزل، والتضخم ده بسميه ايه؟ بسميه ادينويد، بسميه ادينويد. ادينويد يبقى تضخم النيزوفارنجيال تونزل بسميه ادينويد، او بسميها ايه بالعربي اللحميه تمام. طيب التونزل اللي موجوده على البوستيريور ثيرد اوف ذا تانج بسميها ايه؟ بسميها لينجوال تونزل. لينجوال تونزل اهي هو دوت التانج، ده الدورسم بتاعته على اخر حته خالص في التانج اللي هي بسميه لينجوال اي تونزل. الكلينيكال نود دي مهمه جدا يا جماعه، اللي هي لسه قايله لكم عليها من شويه. لو ان النيزوفارنجيال تونزل الموجوده تحت السقف الابيثيليوم بتاع النيزوفارنكس كبرت وقفلت الباك اوف ذا نوز، تفتكروا الشخص ده هيعرف يتنفس من الانف بتاعته؟ لا مش هيعرف يتنفس. لما بتكبر ويحصل لها انلارجمنت وانفلاميشن بسميها ساعتها مش نيزوفارنجيال تونزل، بسميها ادينويد. ادينويد يعني ايه؟ يعني لحميه. ادينويد يعني لحميه. ادي شكل اللحميه اهي يا جماعه، وهي قافله الايه؟ البوستيريور نيزل ابريتشر او فتحه النوز الخارجيه تمام؟ اللي هي الداخليه. طيب ده بيعمل حاجه ايه يا جماعه في الاطفال؟ بيعمل حاجه اسمها ماوس بريسنج. يعني ايه؟ الطفل ده يجي طول ما هو قاعد او نايم مش قادر يتنفس من الانف بتاعته، فبيتنفس من الايه؟ من الفم. الماوس بريسنج ده بيبقى له تاثير جدا على شكل الفيس زي ما احنا شايفين، شكل الطفل كده بتحس ان هو زي ما يكون عنده ابسي، عنده نقص في الاكسجين طبعا اللي وصل للطفل دوت، لان طبعا الاوبستراكشنز بتاعت النوز ده بتبقى مهمه جدا، فتترتب على ذلك الشخص ده تحس ان هو تركيزه قليل قوي، عنده دايما التهابات في الجيوب الانفيه، عنده في ابنورماليتيز في الديفلوبمنت اوف ذا فيشال ماسل، فيشال بون، البون بتاعه والديفلوبمنت اوف الفيشال بون بيحصل فيه زي نوع من الديفورمتي، فتلاقي عنده مثلا البلد حصل له حاجه اسمها ارشنج بلد او هاي ارشنج بلد، البلد بتاعه بيبقى ارشد وعالي قوي لفوق، فيجي تلاقي السنان بتاعته يحصل فيها في النمو بقى يحصل اوفر كراودنج اوف التيس. ليه؟ لان البلد اصبح مقوس، فلما يبقى مقوس هيبقى الاماكن اللي بتنمو فيها الاسنان بتبقى ضيقه، فيحصل تزاحم للاسنان وبرومننت انسايزور زي ما احنا شايفين كده، هيحصل الابر ليب بتحس انها زي ما تكون مشدوده قصيره ومشدوده لفوق شويه، فيبان الشكل زي ما انتم شايفينه بالمنظر ده، بيبقى كاركتر قوي للادينويد فيس ان انت تبص للطفل وتبقى شايفه. وطبعا ده بيكون مع برلونج تايم اوف نيزل اوبستراكشن، سايبها فتره كبيره عامله انسداد، طول ما هو نايم بيبقى فيه سنورنج مش قادر ياخد نفسه، وطبعا عامل صوت وهو نايم تمام. فكل ده بيأثر على نمو الفيس ونمو وشكل الطفل وعلى تركيزه وعلى الجيوب الانفيه، وتبص له تلاقي الكاركتر بتاعت الادينويد فيس. طبعا هو الصح ان اول ما يبقى فيه لحميه تتعمل في سن صغير، ما توصلش لغايه لما تبدا تعمل هذه الايه الكومبليكيشن. اخر حاجه عندنا وهو التونزل. التونزل من المواضيع المهمه جدا التي لا يخلو منها اي امتحان، ما ينفعش خالص وان انت تدخل كده عملي تلاقيه برضك في النظري ام سي كيو، كل حاجه بتسال في كل حاجه، هو والسبلين والثوراسيك داكت، دي الاورجنز الاساسيه في الليمفاتيك تيشو، ما ينفعش تدخل خالص من غير سبلين، من غير تونزل، من غير ثوراسيك داكت. ومعانا ايه كمان؟ واللي هو الوالداير رينج كلها تتحفظ عن ظهر القلب. هنضيف بعد كده بقى اسماء الليمف نود والدرينج بتاعتهم، سواء ابر ليمب او لور ليمب او هيدن دنيك، يعني هنحفظهم ايتمز كده، بس اساسي الاورجن اوف ليمفاتكس ما ينفعش خالص من غير تونزل ولا سبلين ولا ثوراسيك داكت، دي اساسيات الليمفاتيك في الاناتومي تمام. هتكلم ان شاء الله عليها في مراجعه العملي، وهنضمهم كده في سكشن واحد، تعرف ايه المهم اللي تركز عليه ان شاء الله. هنبدا ناخد اول حاجه التونزل. لو جالك في الامتحان ممكن يسالك يقول لك ريجاردنج الاناتومي بتاع التونزل، اتكلم عن السايت، اتكلم عن ريليشن بلاد سبلاي ليمفاتيك درينج. نبدا ناخد اول حاجه يا جماعه في البلاتاين تونزل. فين البلاتاين تونزل؟ بصيت على الصوره ديت، ادي يا جماعه البلاتاين تونزل اهو، لو شخص فاتح فمه اهو هلاقيها موجوده اهي على السايد اوف ذا اورو فارنكس في مكان اسمه تونزيلا الفصه. الفصه هي المكان اللي قاعده فيه، هتلاقي قدام زي ما احنا شايفين كده ادي ارش اسمه بليتو بلوس ارش، ورا في حاجه اسمها بليتو فارنجيال ارش تمام، هي ما قدامها البليتو بلوس وراها البليتو فارنجيال، دول اثنين ارش تحتهم عضلتين بنفس اسمهم بليتو بلوس مصر وبليتو فارنجيوس مصر، وعليها الميوكاس ممبرين، فانا سميت الارش بالميوكاس ممبرين على اسم العضله اللي تحتيه. طيب السوبيريور ليها هلاقي زي ما احنا شايفين كده ادي السوفت بلد اهو يا جماعه. طيب انفيريور ليها هلاقي الدورسم اوف ذا تانج اهو،
تحتها على طول الدورسم اوف ذا تانج، فوقيها على طول السوفت بال، انتيريورلي جلوسو باليتو جلوسال فولد، بوستيريورلي باليتو فرنجيال فولد. طب ميديا ليه؟ انا شايفه الميديال سيرفيس اهو فري، مش له ريليشن لحاجه، لكن اللاترال سيرفيس تعالى نشوف بقى لو طلعت لاترالي كده، لو طلعت لاترالي كده هطلع اعمل ايه؟ هعدي كام طبقه؟ تعالى نشوف. ادي باليتو جلوسال وادي الباليتو فرنجيال فولد زي ما احنا اتفقنا. دي برضك صوره ثانيه بتوضح الريليشنز، يا رب يعني تظهر عندكم. ادي اول حاجه الباليتو جلوسال ارش تمام، وادي ورا باليتو فرنجيال ارش تمام، وبعد كده سوبيريور هلاقي عندي الايه السوفت بالات، ورقم اربعه هو هلاقي البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج تمام، ده موجود انفيريورلي. وبعد كده يا جماعه هو عامل لي شايل لي البلاتاين تنزل كده عشان تشوف الايه اللاترال جول بتاعته اللي هي معموله سوبيريور ستريكتور ماسل تمام. ادي بالتو جلوسر ورقم ثلاثه اهي اللي هي السوفت بالات، ورقم اربعه اللي هو البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج. تعالوا بقى نبص على الشكل ده، ده بيشرح لي ايه بقى؟ بيشرح لي اللاترال ريليشنز بتاعت التونسل. الميديا اللي زي ما احنا شايفين كده بيكون فري ومليان كريبتس، وهي دي اللي بتبقى عليها البص بتاعت الايه الصديد اللي على اللوز، بيتجمع في الكريبتس دي وبيبقى اوزنج منها من على السيرفس بتاعها، ودي اللي بيشوفها الدكتور تمام. لكن لو جينا بصينا بقى لاترالي هلاقي عندي اول حاجه الكبسول بتاعنا اللون الاخضر ده، الكبسول محوطها لاترالي، وبعد كده الاقي لوز اريولار تيشو تحت الكبسول فيها فين مهم جدا اسمه بارا تونزيلر فين، او بيقولوا عليه ايه اكسترنال بالاتاين فين، وده يا جماعه مهم جدا، هو ده سبب البليدنج اللي بيحصل بعد ايه بعد ما بيشيل التونزل اللي هو البارا تونزيلر فين او الاكسترنال بالاتاين فين، بيجي ام اس كيو هو سبب البليدنج اللي بعد الايه اللي بعد التنزلكتومي. بعد كده يا جماعه هلاقي ايه؟ هلاقي عضله اسمها سوبيريور كونستريكتور ماسل اوف ذا فارنكس، العضله الاوليه بتاعت الفارنكس اللي هي اول عضله في الفارنكس تمام، فهي موجوده لاترال للفين. وبعد كده هلاقي شريان اسمه الفيشال ارتري عشان يدينا بلاد سبلاي بتاعه التونزل، ويلاقي بعد كده الاكسترنال كاروتيد ارتري بوستيريور اند لاترال للتونزل. يبقى همشي من جوه لبره كده من ميديال لاترال، هلاقي الكبسول الباراتونزيلر فين السوبيريور كونستريكتور ماسل والفيشال ارتري ومين والاكسترنال كاروتيد ارتري. ده شكل الميديال سيرفيس زي ما احنا شايفينه اهو، اتفقنا ان هو بيكون فري سيرفيس بيبقى مليان كريبتس كده يا جماعه، دي بسميها تونزيلر كريبتس زي ما احنا شايفين كده، وفي جزء بيبقى غاطس قوي بيعمل كليفت اسمه كريبتا مارك. البلاس سبلاي اوف ذا تونزل هو شويه الشرايين بتاعتها صعبه، بس انت تخيل معايا الرسمه دي وانت تحفظها. اول حاجه عندنا الشريان الاساسي بتاعنا هو الكومن كاروتيد، كومن كاروتيد ده المفروض انه طالع مخصوص عشان الهيدن دريك تمام، هيتقسم لانترنال كاروتيد، امشي معايا على الصوره كده، انترنال كاروتيد هيروح على البرين ماليش دعوه بيه، خلينا بقى في الاكسترنال كاروتيد هو ده مصدر كل الشرايين اللي هتجيب لي البلاد سبلاي للتونز. الاكسترنال كاروتيد هيديني ايه؟ هيديني واحد رايح على اللسان اسمه لينجوال ارتري تمام، لينجوال ارتري ناخد بالنا ده اول واحد على اللسان لينجوال ارتري، ده هيبعت لي دورسالز لينجوال ارتريز هيبعت منها برانشز للتونز، ده اول واحد. طيب تاني واحد للفيس اسمه فيشيال ارتري، ده هيبعت لي حاجتين للتونز، الفيشال ارتري اللي رايح على الفيس هيبعت حاجتين للتونز، واحد اسمه تونزيلر برانش والتاني اسمه اسندنج بالاتاين برانش، يبقى الفيشال اداني ايه؟ تونزيلر واسندنج بالاتاين. طيب ايه تاني الاكسترنال كوردز هيدينا ايه؟ هيديني واحد تاني طالع على الفارنكس اسمه اسندنج ثارنجيال ارتري، ده بيطلع من الميديال سايدز بتاعت الاكسترنال كوردز على السايد وول بتاعت الفارنكس تمام، فهو طالع الفارنكس هيبعت لي بردك تونزيلر برانش رايح للتونز، يبقى ادي برانش تاني اسمه اسيننج فارنجر بردك من الاكسترنال كاروتيد. طيب ايه الاكسترنال كاروتيد هيديني ايه تاني؟ هيديني الماكسيلري ارتر، ده واحد من التو تيرمينال برانش بتاعت الاكسترنال كاروتيد، ما هو بيتقسم في الاخر اللي هي سوبرفيشال تمبورال وماكسيلري، الكلام ده فين؟ جوه الباروتيد، بيتقسم سوبرفيشال تمبورال يطلع قدام من الانتيريور اسبكت بتاعت الباروتيد، وسوبرفيشال تمبورال يطلع من الابر بورت بتاعت الباروتيد. الماكسيلري ده بقى اللي هو واحد من نهايات الاكسترنال كاروتيد هيبعت لي جريتر بالاتاين ارتري، هيروح يسبلاينج مين يا جماعه برضك؟ هيسبلاينج ايه؟ هيسبلاينج تونزيلر برانش الى التونزل. اذا المصدر الاساسي كومن كاروتيد هيتقسم لانترنال واكسترنال، احنا عايزين الاكسترنال اللي بيديني كذا برانش، بيديني لينجوال وفيشيال واسيندنج فارنجيال وماكسيلري. اللينجوال بيبقى على الدورسالز لينجوال للتنج ومنه يطلع تويجز للتونز، الفيشيال اللي رايح على الفيس هيبعت تونزيلر برانش للتونزل، واسيندنج بلاتاين هيبعت تويجز برضه، الاسيندنج فارنجل هيبعت تويجز للتونز، الماكسيلري هيبعت من الجريتر بلاتاين تويجز تغذي الايه التونز تمام. ده بالنسبه للبلاد سبلاي بتاعه التونز.
الليمفاتيك درينج يا جماعه احنا لسه قايلين من شويه مجموعه الليمف نود اللي هي الابر ديب سيرفايكال ليمف نود اللي بسميها جاجل ودايجستيك ليمف نود. السؤال ده محل ام سي كيو ممكن ينزل يقول لك التونزل بيصب فين؟ بيصب في الجاجل ودايجستيك ليمف نود الابر ديب سيرفايكال ليمف نود. شكرا لكم، ولو احتجتوا اي حاجه انا تحت امركم.